جايز ويلكم باك، كيفكم يا بنات؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم من جديد. مره وحشتوني. طبعا مقطع اليوم ان شاء الله راح يعجبكم كلكم. اولا شيء يا بنات، انه مقطع اليوم راح يكون عن تنسيقات الملابس اللي اخذتها. وبس والله يا بنات لا اطول عليكم في المقدمه ويلا نبدا. بس قبل كل شيء لا تنسوا تحطوا اللايك وتفعلوا جرس وتشتركوا بالقناه عشان يوصلكم كل جديد، ويلا نبدا. طبعا يا بنات عندنا هذه اول بلوزة، مرة ما شاء الله عجبتني. شوفوا القماشة حكتها مرة ناعمة، يعني احسها انها يعني صيفية، اصلا معروف انها صيفية. عادي كمان برضو اذا مثلا بس تبغيها كده بلوزة وقت تلبسيها كده، عادي تدخل الخد من جوا وتربطيه على جوا وتبقالك بس كده يعني. فمديك تلبسيها برضو كده، يعني تسويها على الشكل اللي انت تبغيه. ثاني حاجة عندكم يا بنات هذه البلوزة، لا تشوفوها كده مرة قماشتها خفيفة، مرة حبيتها يا بنات. وبصراحة أول ما شفتها على طول قلت أبغى أخذها. بعد يعني نهاية المقطع راح أحط لكم من وين أخذت كل هذا البلايز. شايفين كيف مرة تجنن ما شاء الله، مرة حبيتها، قماشتها جدا خفيفة. شوفوها كيف من فين القماش من قريب. ثالث شيء يا بنات عندكم هذا الفستان، بصراحة مرة عجبني. هو طوله يجي فوق الركبة بشوية، يعني فوق الركبة بشوية، مو مرة قصير ولا مرة طويل. فمرة لازم يجي ماسك على الجسم، يعني لا تشتري فستان يكون أوسع منك، بالذات الفساتين القصيرة مرة ما هي حلوة من تكون أقصر منك. فساتين يعني مرة تكون شكلها يطلع مو حلو إذا كانت واسعة عليك. لازم تحاول إنك تخلي فساتينك تكون ضيقة وماسكة فيكي. لازم تاخذ مقاسك قد قد. طبعا أنا مقاسي يجي إكس سمول أو سمول، يعني غالبا إكس سمول بصراحة، بس يعني إذا أخذت سمول شوية يجي أوسع مني، يعني يكون في يعني كذا، فهمتوا؟ فبس يعني هذا الفستان طبعا مقاسه سمول، وهو مو مرة ماسك فيه يعني كذا عادي يعني كذا، فهمتوا؟ فبرضو يعني لا بأس به بصراحة، مرة حلو علي لما لبسته. فأتمنى إنه يكون عجبكم. شايفين؟ يعني يا بنات برضو هذا الفستان مقاسه اكس سمول، هذا كان سمول وهذا اكس سمول. هذا فوق الركبة مباشرة، يعني لا يعني اعلى من الركبة بشوية. فبصراحة يا بنات مرة عجبني لما لبسته، بس حسيت انه هي كذا، حسيت شايفين كيف. برضو هذا كمان قماشته لينة مرة حلوة. شو المهم يا بنات، انا عن نفسي بصراحة ما احب المرة الفساتين يعني، بس من هذا النوع من الفساتين مرة احبها وحتى عندي منها. فبس يعني ما البسها كثير صراحة، يعني ما البس فساتين كثير. هذا الفستان الثالث يا بنات، ما برضو هذا الفستان يا بنات مرة عجبني. طبعا مرة حلو باللبس، وكمان برضو هو صيفي، يعني انا عشان شفت الصيف جا فقمت اخذت ملابس هذه، اخذتها الفساتين دي للصيف بصراحة يعني. وركز في الأقمشة، شوفوا كيف مرة حلو. مع الأسف هذه اللبسة تخيلوا إنها طلعت لارج. أنا أخذتها وضغطت على المقاس، بس ما أدري فجأة جاني مقاس لارج، يعني فمر علي بحر، يعني مرة كبير علي. فبس يعني ما أدري إيش أسوي يعني كذا. هذا أصلاً يعني لو شديته السروال مرة كبير، السروال حقها مرة كبير، البنطلون. فلما أشده يعني من هنا بديني، لما أشده مرة اللي خاصة مسك فيها، بس البلوزة اللي هي ما أدري يعني شكل حضيقها ولا إيش، أخذته من أول بس للحين ماني قادر ألبسه بسبب إنه يعني سبب إنه كبير علي، فهمتوا؟ فبس يعني عشان كذا أنصحكم إذا جيتوا تشتروا شيء يا بنات لازم تركزوا في المقاس. المقاس طلع أهم من اللبس بصراحة، إنه أنا أخذت. بس والله بنات هذه البلوزة كمان مرة حبيتها، أول ما شفتها كذا أخذتها. يعني من هذا النوع من البلايز عادي تجي مع أي شيء، مع أي بنطلون.
أخذ باطلين تلاقي مع كل شيء. أصلاً ما كترت من الباطلين لأنه أساساً عندي باطلين كثيرة، باطلين جنس، فهذول بس كده أخذتهم. هذا في عندي زيه بس أزرق، هذا ترجع له موفي، شوفوا هذا هو الأزرق اللي زيه، ترى يشبهوا بعض، يشبهوا بعض شوفوا، بس هذا اكتشف إنه لونه موفي. ترى الحين يا بنات تونا أركز إنه الحين لونه موفي، في الواقع مبين الاثنين أزرق، لكن هنا في الجوال صراحة يدوب بان على حقيقته، طلع لونه موفي، هذا طلع موفي وهذا أزرق. المهم ترى يشبهوا بعض، بس هذا شوية تشققات حقته يعني أكثر يعني بس. وطبعا كنت أحس بهذا البنطلون نصه زي هذا، بعدين جيت واكتشفت إنه هذا الحال وهذا لون الحال، ترى مرة حلو وما قد لبسته، ومن تحت وسيع يعني مو هو ضيق، يعني شايفين كيف مرة ثقيل يا بنات، ثقيل صح هذا الشتوي يحس. شوفوا من تحت كيف مو ماسك بس يعني. وكمان أخذت هذا يا بنات، طبعا هذا طلع كبير علي، أنا ما مرة لونه حلو يا بنات، بس ما عليكم شوية مكرفس، بس حبيت إني أوريكم لونه. وهذولا كمان طبعا يا بنات زي ما قلت لكم، كل الملابس اللي أخذتها صيفية يعني، شايفين كيف في بعض الأحيان بنات لما يشتروا ملابس يرجعوا ويلاقوا يعني يندموا على اللون أو ما يعجبهم في الواقع، لما ترجع البيت تقيس اللبس أو إن لما تطلب يوصلها تشوفه مو حلو، فأخذي لك ألوان أنت تكوني مقتنعة فيهم. بصراحة هذه البروزة مرة حلوة، هذه سمول وهذه إكس سمول، عشان تحسوا هذه أصغر من دي، بس ترى كلهم الاثنين قدي وماسكين فيها وحلوين، شكلها من ورا نص الظهر مفتوح، شايفين كيف مو مرة يعني. وهذه كمان، وهذه طاقيات زي ما انتم شايفين يعني، هذا ما قلت لبستها للحين. مرة شكلهم يعني حلو بصراحة، مرة حبيت يعني. وهذه الخواتم، شفتوها مرة شكلها حلو يعني، شفت البنات كثير ماخذين زيها فقلت يلا خلينا نجربها. شوفوها كيف من جوا، مرة صغيرة يعني ما تدخل الجوال، ترى يعني شكل جديد. بنات يا اللي حابة أوريكم هو إنه لما تاخذي ملابس إنه تكوني أنت مقتنعة فيهم ومعجبة بيهم يعني. أنا بصراحة دحين في ملابس أخذتها بس ما وريتكم هي ولا تكلمت عنها، عشان ما يعني ماني مقتنعة فيها في النهاية، لما يعني لما جيت في البيت وفتحتها حسيت إنه مو مرة يعني مقتنعة فيها، ولما لبستها مو حلو في اللبس. زي التنانير الطويلة أنا بصراحة هذه مرة ما هي ستايلي ولا أحب ألبسها، ففي بنات يحبوا يلبسوها بتطلع عليهم حلوة، وأنا لما ألبسها ماما تقول لي حلو عليكي، اللي شوفه يقول حلو عليكي، بس أنا عن نفسي بصراحة ماني مقتنعة فيها وأحس إنها ما هي عجبتني. فأنتي لازم تشتري شيء تكوني أنتي مقتنعة فيه ومرة من يعني من جوة تحسي إنه حلو عليكي. والله يا بنات إن شاء الله تكون حلقة خفيفة ولطيفة عليكم، وإن شاء الله تكون عجبتكم الملابس اللي أخذتها. طبعا يا بنات هنا يكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، وإذا عجبكم لا تنسوا تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد، وإذا تبغون أسوي جزء ثاني بالملابس اللي ما وريتكم هي اكتبوا لي في الكومنتات. وبس والله أشوفكم بخير.